يعلم بعضكم أن هذه السلسلة من اللقاءات مع المسؤولين هي فاتورة الاقتراح الذي قرر مجلس الإدارة بأن نلتقي كل شهر مع مسؤول المسؤولين، والحمد لله أن فتحناها مع وزير العمل. اليوم أنا سعيد جدا بهذا اللقاء المبارك، وأشكر الغرفة على المبادرة، وأيضا متابعة أخي وصديقي الأخ أحمد على يعني تنسيق الموعد واللقاء بهذه الوجوه المباركة. وأعتذر عن التغيير في الموعد، أمس كنا معكم هنا بصفتي مرافق لزيارة فخامة الرئيس الفلبيني بالأمس، وكانت من فضل الله زيارة موفقة وناجحة ومميزة، وهذه عادة المملكة الحقيقة في العلاقات الدولية مع الدول. أنا يعني علاقتي بالغرفة التجارية علاقة أنا أقول يعني قريبة أنا أقول علاقة عضوية لي مع هذه الغرفة، يعني تجارب جدا رائعة ومميزة وعمل مشترك عندما كنت سابقا في المؤسسة. وأذكر يمكن من اللي الأعمال اللي كنت حرصت عليها نبدأ في شراكة استراتيجية مع الغرفة التجارية، وبدأناها في غرفة الرياض في عمل فيه عندما كنت نائبا لمحافظ المؤسسة آنذاك مع الأستاذ محمد الضلعان غفر الله له وجعله إن شاء الله من المغفور لهم وقبل الروضة من رياض الجنة إن شاء الله، من الأعمال المباركة التي عملها في حياته وبالذات فيما يخص الشباب وقطاع العمل. من ذلك الوقت والعمل الحقيقي مع قطاع الأعمال علاقة متينة، وأنا دائماً أقول لزملائي أن هذه علاقة تكاملية وليست قضية تعاون أو شراكة أو شيء من هذا القبيل، إنما هي تكاملية. فالتكامل في العمل هو الذي يحقق الأهداف التي نطمح إليها سوياً، وكلنا يعني بهذه الرؤية وبرامج التحول الجميع يسير فيها، حكومة وسواء قطاع العام أو قطاع الخاص. فالقطاع العام والقطاع الخاص هو الذي يشكل هذه الدولة، فالقطاع الحكومي والقطاع الخاص هي من ضمن هذه المنظومة التي تعمل على تحقيق ما أهداف برنامج التحول، وأيضا تحقيق ما جاء في رؤية المملكة 2030.